في غياب الأجهزة الرقابية والمؤسسات التي تحمي المستهلك، يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر في جبهات الأسعار لمختلف السلع. فعند ارتفاع سعر صرف الدولار ترتفع أسعار كل الأشياء القابلة للشراء، ولكن عندما ينخفض فلا نكاد نشعر بانخفاضه، وتبقى الأسعار صامدة على حالها. صاحب الراتب بدين تاع المصرف هذا تعب. كويس. الأسعار حاليا بانخفاض الدولار قال لك إن هو الأسعار نزلت. وين الأسعار نزلت؟ فيش أسعار نزلت. شوفها قاعد هو أسعار شنو؟ في شيء زين. كاش هذا الدفاع المخفض يقدر يطيح، هذا ممكن فيه تخفيض. لكن تمشي غادي تلقى قاعد نفس النقطة الأول. هي. فيش حاجة ملحوظة. لا ملحوظة ما في الحوظة. مع إن الدولار بخمسة. تجنب. هذي سياسة التجارة هذه ما تقدرهاش ما نقدرهاش احنا. هذا إعلام بس. وفي هذا الخضم تتباين الأماني، فالمستهلك يمني نفسه بأن تعود الأسعار إلى سابق عهدها وتنخفض أسعار السلع كي يتمكن من توفير المستلزمات الأساسية لأسرته. هي أصلا انخفاض الأسعار مش كل الأسعار انخفضت، هي أصلا بعدين يعني حركة مش ثابتة، فهمت؟ يعني مش مؤسسات دولة تقيم فيها، تجار يرقوا وينزلوا كيف ما يبوا، فهمت؟ هذا اللي صاير، هذا الواقع. أما يعني حركة منظمة كمؤسسات دولة أو اقتصاد دولة منظم مش موجود. حركة يرقوا، هو أصلا يرقوا وينزلوا كيف ما يبوا، ما فيش لا رقيب ولا حسيب عليهم، فهمت؟ وعملية الشعب حتى هو يعني حتى هني مساهمين في العملية، سحب العملية ركبت السوق من جديد، فهمت؟ كل عملية سحب يبدأ سحب عادي، لو إذا قالت الأسعار تنزل مش تركب، وهذا اللي صاير في السوق الليبي. يعني حتى المواطن مساهم في الموضوع. مساهم بشكل كبير يعني. وتتفاوت آراء التجار، فبعضهم قد يتخوف من الخسارة إذا ما انحدرت الأسعار إلى ما دون رأس المال. والله طبعا التأثير يعني فيه تأثير، مش ما فيش، فيه سلع كثيرة جدا تم تخفيضها، يعني وصلت إلى تقريبا 30% و40%. لكن الحقيقة اللي حدث في موضوع اللي حدث في البرلمان، اللي هو ما طلعت موضوع اللي صارت ان المحافظ جديد وردوا مش عارف ايش، فصارت ارتفاع جديد من الاسعار. فهذا معظم التجار يعني فكرت انه ممكن بيرجع فوق يعني، وفعلا بدا يرجع، انه وصل ممكن تو 5.5 بعد ذاك الوقت ب4 و4 و4 لتو 5.5. فمتوقعين ان هم خاسرين، ان البضاعه تعرف انت تجار المستوردين بضاعه يعني كلها مستورده باسعار مش مدعومه، يعني اللي هي السلع المدعومة معروفة، ممكن تن وسكر بعض الأنواع، لكن الباقي كل أسعار الناس شريتها من برا يعني ب8.5 و9، وبالتالي هي خسرت. لكن لما لقيت أن الدولار راقي من جديد، يقول لك أنا بنبيع بالتخفيض وبعدين بنشري الدولار بيزيد، يعني بنلقى روحي خاسر في التنزيل لما خفضت، وخاسر لما نجيب نشري من جديد. فيعني نقصت شوية عملية اللي هي التخفيضات اللي في الأسعار، لكن في المجمل الحقيقة يعني فيه تخفيض. وبين هذا وذاك يبقى الجميع في حالة ترقب بما ستفضي إليه الأيام القادمة، وما ستؤول إليه الأسعار في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار. والله بصراحة مش هذاك الاختلاف الكبير الملحوظ اللي مفروض ينشاف بعد نزلة الدولار، فهمتني؟ فالأكثرية نشوفه فيها في التخفيضات وكذا، تلقى مثلا صلاحيتها قريبة أو حاجة زي هيك، والباقي ما زي ما قلت لك مش يعني سعر مثلا اللي يفرح به المواطن البسيط يعني، فهمتني؟